والله دي الو الو يقطع ام الغش. السلام عليكم. قبل ما يبدأ مقطع اليوم عندي لكم إعلان جدا فخور فيه. أول ماوس أول كيبورد شريته من كيبوردات الجيمينج وماوسات الجيمينج هو من شركة ريزر في عام 2014. يعني هذا الكلام قبل 8 سنين تقريبا. اليوم إعلان الريزر. اليوم جوني أشياء جديدة بميزات خرافية اللي هي عندنا أول الماوس فايبر ألتيميت ماوس وايرلس. هذا أهم شيء. طبعا الماوس والكيبورد كلها الجيمينج وتقدر تستخدمه سواء في مونتاج مثلي أو غيره. لكن مخصص للجيمينج والبرو بلايرز لاعبين محترفين يعتمدون عليها بشكل مو طبيعي. لدرجة ان ريزر نفس صمموا الماوس والكيبورد واهتموا بأدق التفاصيل صناعة الماوس هذا والكيبورد هذا. لدرجة ان اغلب اللعيبة المحترفين لو تشوفونهم راح تلقون معهم معدات من ريزر. طبعا المقطع هذا كامل راح يكون فيه الهاند كامل اللي هو الكاميرا اللي راح تكون على اليد تبين لكم الماوس والكيبورد وانا العب فيها في نفس الوقت. فجربت الماوس والكيبورد في لعبة فالورانت ما انها لعبة محترفين. جربتها فورتنايت وجربتها في ماب فورتنايت برضه في المقطع هذا. فاي شيء خاص بهذه المنتجات باذن الله تلقونه في الديسكريبشن. الأمانة كتجربة مرتاح جدا مع الماوس والكيبورد بالذات الكيبورد والمسندة هذه الخرافية اللي معها جدا ريحتني سواء في المونتاج سواء في اللعب. أول مرة استخدم كيبورد المسندة هذه فوق كذا المسندة هذه مغناطيس. يعني مجرد ما أنك تقرب المسندة هذه من الكيبورد خلاص تلصق بنفسها. فشيء جميل جدا جدا. يعني ما هي قطعة واحدة عشان ما تكون مزعجة. صراحة أنيهم على المنتجات الخرافية هذه. يعطيكم العافية. استمتعوا في المقطع. السلام عليكم. اليوم جاي لكم مقطع جديد. اليوم جاي لكم ماب اجنبي واليوم يا ريان وسبس. هلا وسهلا. هلا والله. سو كيوت. انا من سمن. اليوم جايين نتحدى ريان. طبعا الماب كاتبين من برا انه ما في موت. نجرب هنا ما في موت. فالماب 100 ليفل يا ريان. اذا خلصت ليفلات اكثر مني طبعا راح تكون فايز. فايز بايش؟ ب 20 ال في بوكس. كم باتل باس؟ يعني 20 باتل باس. يعني 20 موسم قدام. ما انت فايز. طفرني. ما انت فايز. طب شوف الماب عبارة عن خمس مراحل. يعني هي 100 مرحلة بس خمس اجزاء. 20 20 20 20 تقريبا شيء زي كذا. ايه احنا في واحد من اصل خمسة. اللي ياخذ ثلاث من اصل خمسة خلاص هو الفايز. تمام. يب يب تمام. ما عندك اي مشكلة. اول اسمع اول واحد ياخذ ثلاث مو بشرط نخلصها كلها. اوكي اوكي تمام تمام. يب كود في اس ال عشان نعوض الخسائر الحين لو خسرنا. يعني اكتب على زر التنبيهات قناة ريان في الديسكربشن وبسم الله. رحينا رحينا ريان. هذاك افضل شكله. بسم الله. لا يا شيخ انا ورقنا اصعب. اوكي حلو والله نطيته بس والله اتش بوينت هنا. لا او جرافيتي هنا. يا الله. اوكي الحق ريان. خرب عليه خرب عليه خرب عليه. لا اشوا الو انا نطيت بس. لا لا يا رب وصلني. اوكي اوكي هذا ايش؟ اوكي والله نطيت على عماها قسم بالله. لا الثاني يسار يمين قصدي يمين يسار. شفتها 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 شفتها. لا لا ايش علم. يا الله والله غبي. هذا نيو جامب على تمام. اوكي يسار يسار. اوكي يسلم يمين يمين يسار يسار. واو 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 هذا وين؟ اي اي ايوه قدام قدام قاعد اقول له الحركه هذا. اوكي اوكي مو فوق تحت تحت بعدين يمين. والله العظيم اني نط على اللي تحت قسم بالله وصلت بالغلط. اوكي اوكي والله تعسين والله ما شاء الله والله ما شاء الله. يا رب يموت. راح راح الجرافيتي. اوكي ليش اسمها جرافيتي؟ جرافيتي. اوكي الحمد لله. بن بول لا والله ذي لا اي الو الو يقطع ام الغش. شباب غش غش والله العظيم ما يدخل والله امشي والله غش. شوف انا قاعد يرجع يعني الله يا لو وخر وخر سوي حركتي وخر. جيك بتجيبه ايش قلت بقدمك من القار. والله والله قهر. ليش قاعد اناظر تحت؟ لا 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 وخر ريان وخر. لا اوكي يا رب وخر. اي تكويف تكفى وش اوش. الحمد لله امبوز اللي هي انت. الحمد لله الحمد لله. لازم نستري شوي. قربنا قربنا لا وين نروح وين نروح. جرابلر. لا لا والله كيف بسلم. تكفى تكفى وينها؟ الله والله غشيخ. شلون عرفت انه في جرابلر؟ طيب ما ادري والله نطيته بس انا. يا ساتر. الحين واحد السبيد سلم. ما ادري ايش كاتب داون ما ادري ايش كاتب. تكفى انط هنا. بعدين على الدوائر ما لي دخل ماني معلم. كان سلو داون في نيد. اوكي اوكي اوكي. لا لا وين تروح طيب؟ ثقة هنا والله صح هنا.
زي الثانيه صار. هنا الله الله. المشكله انك عرفت اني ازحلقه ولا سويتها صح، مع انه وقفني قلت لي يعني فوق، يعني المفروض ان اسويها صح بس عاد الاول مسها. اوكي اوه رجعني ليه؟ وش رجعك يا اخي؟ سالفه انه يرجعك كذا فجاه اول ما تلمس شيء تقهر. انا خلصت والله. You can slow down if you need. كلها كلها you can slow down if you need. يا رب لا حرام. جمب اوكي سوي تشيك بوينت القم. لا ريان تستهبل سريعة مرة. شو خلصت بسرعة انت؟ والله اني دعست اقسم بالله دعست. هكر هكر ما كر. يا رب هواية القسم لا يا اخي الحين احسب تكفى الف والله احتاجها يا سلوم معليش الله مشكلة باذن الله ما تسمعها. يا لا تكفى تكفى انا ليش قاعد انط مو بعد النهايه. طيب اصبروا اصبروا اصبر انا وشو الو يا الله شباب لايك لايك اذا عجبكم المقطع وصلت لهنا شباب. اوكي اوكي الحمد لله. هنا وشو ريان جمب ما ادري ايش حلو هذا تايمينج والله العظيم توني بنط ما ادري ايش كنت بنط حتى. اوكي هوايه يا رب بعدين نطه بعدين اوه بعدين اوه. ليش اخذ هذا الماوس ما اخذ غيره؟ هذا الماوس اسرع ب 25% من الماوس الثاني، ترى نسبه جدا كبيره مقارنه بالماوس الثاني. كتجربه اسبوع كامل الامانه الماوس الكيبورد صدموني، بغض النظر عن الاعلان لكن الامانه تفاجأت بالماوس الكيبورد، والماوس الكليكات حقته جدا عجبتني، مو من نوع الماوسات اللي يعلق معك من كثر الضغطات، لا، تقدر تضغط ورا بعض كل سلاسه. تخيلوا ان الماوس البطاريه اللي فيه تجلس معك الى 70 ساعه. والله العظيم شيء رهيب. طبعا هذا الشيء بدون ما تشغل الاضاءات اللي في الماوس، اضاءات الماوس تخسر البطاريه اكثر فيجلس معك اقل. طبعا لازم نقول ان الماوس ار جي بي والكيبورد ار جي بي. بالنسبه للكيبورد الازرار جدا جدا استجابتها سريعه، اول ما تضغط نص الضغط خلاص تقبل معك على طول يسوي الشيء اللي تبغاه. بالنسبه لصوت الكيبورد الصوت جدا جدا منخفض، بالنسبه لي عجبني صوته مره، انه في المايك ما يطلع وقت تسجيل وزي كذا وما يكون مزعج للمشاهد. اكتبوا لي تحت ارائكم في الكومنت الميزات اللي في الماوس الكيبورد، هل عجبتكم او لا؟ يعطيكم العافيه، خليك مع باقي المقطع. يا الله والله العظيم ليفل صعب شوي. هذه واحد تكفى الله يس الحمد لله وصلت وصلت تكفى. لا تايمينج تكفى مشي هنا اوكي راح يروح يمين راح يمين راح يمين نعطيت معك والله نعطيت معك لا تلحقني تقول لا لا ادرسها لي سنه وانت قاعد تيرن اراوند افتر جمب ذا اكس هنا اوه جبتها يس سويتها بعدين هنا الو قلت اشني يا رب لو صح علينا ولا وشو صح صح لا تقول لا خفتني انت قمت تتفرج تايمينج في تايمينج يس احسن اه وش اللي احسن انت؟ يا اخي ليه ما فتحت عندي؟ الحمد لله لا 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 اشطفتها والله اشطفتها والله استهبال والله استهبال لا لا طفت يا رب يا رب تطفى عليك كفايه افتحي الله ياخذك لا تموت صح والله بس شط اي ما عندي انتظر لازم بسرعه ايش في امه ذا قام يطيحني كل شوي والله استهبال سلم كل ما اروح تكون مسكره سكرت وجهي شفتك شفتك يقطع بالحماس الله الحمد لله والله الحمد لله سلم افتح لي اوكي افتح لي يس لا لا والله اني رقيت ونزلت وش ذي وشلون؟ حاول طول فيها بالله حاول طول فيها ايوه القم القم اصبر والله جد شلون ذي؟ الحمد لله اقسم بالله لا فهمت 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 اوكي اوكي والله شوف ناظر وراك تلقى شيء في الزاويه كذا ايوه اضغط اكس انا خليني اعدي هذه جمب فور سبيد لا جمب فور سبيد جمب فور سبيد اوه خلصت الله ثاني مرحله حرام يا اخي الله ياخذ ام ذيك اللي تسكر على وجهي اوه والله العظيم ذيك نشبه انشبت انشبت مره هذيك حظ والله حظ يلا بحتريك انا كوكب زمون رد عندي اوه وصلت انت اوكي اوكي ايه جو اراوند طيب اوكي كذا اه راح على جنبي يمين يسار اوه وات هالمره هذا كوكب هذا كوكبي انا كوكب نفس السكن حقي شوف الو انت جو اراوند شلون؟ شو سويتها؟ طيب قاعد الف بس ما قدرت مشكلتك والله ريان وقف لي يس سويتها والله مشكلتك هذا الماب والله ما لمست حتى والله الماب هذا ما بي كذا جالكسي من الفضاء يس لا 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 والله ريان بطول فيها ذي صدق والله صدق بطول فيها وش اللي بعدها ريان تكفى لف يمين يسار الحمد لله اوكي بعدين هذه يا رب اوصل لها يا رب لا 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 بسم الله بسم الله يا
رب يا رب يوصلني. تكفى ياس اخيرا الحمد لله. يلا يا ريان بدا من كسلت يعني اول واحد راح قبل هذا هذه المرحله مرحلتي ولا زحلق سلام. اوكي حلو بوست تو ذا اك هناك هناك اكسرك اخر ها شو رحت انت هناك على طول اوكي اللي بورد والله جو يا نبلك سلام يا رب يس مرحلتي حرام عليك وش ذا احنا لو وصلت ليفل جديد لا من جدك والله شوف انا بروح اكمل لاني ما ادري صراحه الا والله لا لا مو والله مو والله دقيقه دقيقه اوكي جت شي جت شي جت يو ميت اها فهمت 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 طيب اوكي لازم تنط نطه تعدى فيها الثنتين اول واحده فهمت الله والله نفس الزمرد بكمل كوكب زمرد نفسه بكمل عشان اجيب الثالثة قلبي ما يقوى لا تكوى لا قلبي ما يقوى اروح لا لا والله شوف يعني 20,000 هذا حقك بس ترى هذا كوكبي يعني جيت جيت وين اروح الحين هذا كوكبي بس وين اروح الحين السلامة يلا يلا نعطيك الفوز خلي ديتني فزت مشكلة ريح يا الله يا الله سلم وش ذا وش ذا خير والله شوف لازم نعطيها واحد زياده ايش رايك دقيقه اي يلا نعطيها واحد زياده بس فهمت الحين ايش السالفه فيه في بارير يتسكر تدري هلا تايمينج على اخر واحده عشان كذا طاح المهم طيب يلا نلعب اخر مرحله عرفت اللي ماء الوجه على قولتهم يلا تحداك تفوز ايش رايك طيب ليش كنت هايط من البدايه انت والله شوف يعني خذ جوا دم حلوه ذي خش 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 اوكي اخي انا اكره اللي كذا هي حلوه بس اوه و نايس اوكي اوكي وين ذي والله ضيعتها شوف هذه اللي بعد ترى نايس جبتها اوكي هذه لازم تطلق واحد معلم واحد على بالي اثنين الحين خلاها واحد طيب هنا بونسر حلوين حلو تروح البونسر يسار بس اي بس يسار هو ديك يا رب والله العظيم يا مهجت يا بحبي جميل الماب هذا يا رب يا رب يس الحمد لله حركات والله وين ذا انا ضي اوكي والله كنت كلوز والله انا وين وانت وين الحمد لله وين اوكي هذه اتوقع نفس اللي قبل شوي الحمد لله جبتها انا كل ما قلت هذه مرحلتي بجيب العيد انا عارف اكيد ما بقى شيء الله فريق انا مرق يوس اوكي هذه اثنتين هذه ام العيد انا اوكي يا رب لا بعيد شلون هذه باثنين بنجيب بعيده والله بعيده لو تديتها لا 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 ما في تشيك بوينت على هذه الظاهر ما فيها تشيك بوينت هذه اوكي اوكي يا رب لا امه ما جبتها انت انا ما جبتها جبت ما فيها تشيك بوينت كلوز والله يس سويت القم ما ادري ليش القم كان اول نقطه هذه اللي بديح عرفت اللي يخلط على بعد يخلط بعد اربع اهداف ها طيب الثاني هذه شلون هذه ما ادري كيف اشرح لك مش ما ادري كيف اشرح لك انا بعد والله شوف يعني يا الله بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم الامانه ما خلصنا الماب لان الماب طويل طويل جدا وما خلصنا الا شوي منه يعني على بالي انه خمس صارت اكثر من خمس اللي يسار كنا ماخذين عليه انه اربعه من خمسه بس صارت بلاي تايم اكس بي ما يعني اذا خلصتها بوقت معين يجيك اكس بي اكثر اتوقع شيء زي كذا ففزت على ريان يعني كالعاده وما راح ياخذ 20,000 في بوكس لا بتهاوش معك الحين كالعاده اي كالعاده ايش فيك؟ انزل لي انزل انكر هذا الشيء عموما لا تنسون لايك اشتراك في عز التبيات وبس اشوفكم على خير ويا مالله سلام